السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي. شكل ما احنا متعودين في نهاية كل وحدة بنجمع كده الكلمات اللي الناس بتنطقها بشكل خاطئ في كل وحدة. شكل ما جمعنا كلمات في الوحدة الأولى وكان حوالي 18 كلمة، هنلاقي إن في الوحدة دي حوالي 8 كلمات بس هما اللي الناس بتخطأ في النطق بتاعهم. تعالوا نشوف أول كلمة معانا حبايبي، وهي رياضة الكاراتيه. طبعا رياضة الكاراتيه نطقها كراتيه كراتي كراتي. طبعا هنا حرف الاي الاولاني ده بيتنطق شوا، وان الشوا ده بيبقى صوته قصير جدا، هنقولش كاراتي نوت كراتي كراتي. وطبعا هنا الاسترس حبايبي على المقطع الثاني من الكلمه اللي هو راتي كراتي كراتي كراتي. الكلمه الثانيه حبايبي وهي رياضه التايكوندو. طبعا رياضة تايكوندو الناس بتنطقها شكل ما بنطقها بالعربي، بيقولوا تايكوندو، لكن طبعا النطق مش كده خالص. طبعا نطق رياضة تايكوندو هو تايكوندو تايكوندو تايكوندو. اول حاجة لازم الاحظها ان الاي مع الاي ده لونج اي، يعني بنطقها لونج اي، فبقول تاي تاي تاي. تاني حاجة لازم اعرفها ان حرف الدبليو هنا حبايبي منطوق مش سايلنت، فبالتالي هقول تايكوا تايكوا تايكوا. تالت حاجة لازم ألاحظها إن الأول أخرانية حبايبي دي لونج أو، يعني أنطقها بالمنظر ده أو أو، أفتح شفايفي وبعدين أضمها. آخر حاجة لازم أخلي بالي إن الاسترس هنا على المقطع الأخير، يعني من أول الدي الاسترس على إي، يعني استرس يعني بعلي صوتي وبطول فيها، فبالتالي هتبقى بالمنظر ده تايكواندو 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 تايكواندو. يبقى مش هقول تايكوندو، لا هقولها بالمنظر ده تايكواندو تايكواندو. الكلمة التالتة معانا حبايبي النهاردة وهي كلمة بدلة. احنا خدنا بدلة الكاراتيه، البدلة بقى حبايبي اسمها ايه؟ طبعا ما اسمهاش سيوت ولا اسمها سويت، البدلة اسمها سوت سوت سوت. طبعا دي لونج او سوت سوت سوت. الكلمة الرابعة معانا حبايبي وهي كلمة يتنفس. طبعا الناس بتنطق كلمة يتنفس بريث حبايبي، بريث ده النفس، اما كلمة يتنفس فهي بريث بريث بريث. طبعا التي اتش ساوند هنا ذا مش ثا، فعشان كده بقول بريث بريث breathe. الكلمة الخامسة معانا حبايبي وهي كلمة الرياضي أو الشخص الرياضي أو لاعب ألعاب القوى. طبعا لاعب ألعاب القوى ما اسموش أثليت، أمال اسمه يا مستر؟ اسمه أثليت أثليت أثليت. طبعا هنا صوت حرف الإي بعد حرف الإل ده لونج إي، فعشان كده بقولها أثليت أثليت أثليت. يبقى مش هقول أثليت، هقول أثليت. الكلمة السابعة معانا حبايبي وهي كلمة القمامة. القمامة اسمها garbage garbage garbage. طبعا الاسترس هنا حبايبي على المقطع الاول، يعني اللي حمد فيه وعلي صوتي garbage garbage garbage. الكلمة السابعة معانا حبايبي وهي كلمة متنافس. طبعا الناس بتنطق متنافس competitor، طبعا هي مش competitor، هي competitor 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 competitor. طبعا صوت الاو هنا شوا، يعني قصير جدا، والاسترس هنا على المقطع الثاني، فعشان كده قلتها كم كم competitor 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 competitor، ودي معناها متنافس. اخر كلمه معانا حبايبي والكلمه الثانيه هي كلمه دي ما اسمهاش organisms، تاني ما اسمهاش organisms، مال اسمها ايه؟ organisms organisms organisms. طبعا حبايبي هنا الاسترس على المقطع الاولاني، فطول فيه وعلي فيه صوتي organisms organisms organisms. ولاحظ هنا ان الاس between two vowels، يعني بين حرفين متحركين، فنطقت زه ساوند، والاس اللي في الاخر طبعا بعد voiced ساوند فبتنطق زه، فعشان كده قلنا organisms organisms
organisms. Thank you very much for watching. أشوفكم إن شاء الله في الوحدة الثالثة مع أهم الكلمات اللي ممكن بننطقها غلط. لو عجبتك الحلقة يلا شير لكل زمايلك عشان الكل يستفيد. وما تنساش لو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك بسرعة، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية إن شاء الله. Goodbye. السلام عليكم.